طبعا هذا الفيديو شفت، هذا الفيديو شفت لما رجع هو وكان وشيط بالمستشفى، بعدين طلع ثاني يوم دخل. فهاي اول ما دخل ثاني يوم قالوا لهم شلون ما عندكم بانادول ما ادري باراستاتمول. فطلع هذا طب رئيس الاطباء ده يحكي. الغريبة هو انه الجهاز اللي دا يقيسون بيه بمستشفى النعمان، جهاز هذا مال ايد، هذا الجهاز كان عندنا بالبيت. يعني هذا الجهاز، يعني الأجهزة عادة مال قياس الساتوريشن مال الدم تكون شوية متطورة أكثر بالمستشفيات. لكن الغريب اللي حاطين له أكسجين، يعني مثلا هسه أي واحد عنده مشكلة بالتنفس يقيسوا له عدة أمور طبعا، بس لو نشوف هاي مال ساتوريشن ينزل ويطلع وينزل ويطلع، فحتى لازم يكون فوق 90. يعني ممكن يعطون المريض 10 لتر. هي شنو مشكلة الأكسجين الهواية؟ الأكسجين الهواية يسوي نسبة الـ CO2 ثاني أكسيد الكربون يزيد نسبته إذا ما تعرف تحل المشكلة. فهو أنت ما تقدر تخلي المريض على الأكسجين طول الوقت، فعندك مثلا تربط على جهاز الـ CPAP. هذا الجهاز مربوط عليه الواير اليمه، عندك واحد واير بدون CPAP وواحد CPAP. هذا CPAP شنو مشكلته؟ والبي بوب يسموه بالطب، هذا مشكلته يسوي رابط المريض وما تشيك نسبة السي او 2 دائما، راح يصير عنده يسموه سي او 2 ريتنشن. والسي او 2 ريتنشن يسوي حالة من النعاس والموت بشكل يسموها سي او 2 كوما. فعلى مود يجي العالم كله صار عنده ستريس بسبب الكورونا. ليش؟ مو على مود السي بوب والبي بوب، لان هاي الاجهزه هواي موجود منها. هاي اوجه تعتبر الدرجه الاولى في العلاج. الدرجه الثانيه اللي هي تعتبر الدرجه اللي صارت العركه عليها يسموها ريسبريتر. الريسبريتر هو جهاز التنفس، يسموه التنفس الصناعي، او يربطون جهاز الجهاز هذا طبعا غالي متطور، وهذا ما بهاي المشكله انه يصير سي او 2 ريتنشن. ريتنشن يعني يبقى بالجسم. فهذا السي او 2 مثل انت داخل بغرفه بيها مثلا دخان من الحريق يقتل الانسان، هذا السي او 2 يصير شنو ما تشوفه انت، بس هو بالجسم بتقدر تقيسه. فهاي الميزه يقول لك انه دول عندها تعاني ما عندها هذا الجهاز. زين هم ليش ما رابطين على الريسبيريتر؟ يعني هم مثلا مرتين او ثلاث مرات رابطين، ثلاث مرات هو ومرتين دخل المستشفى، كل ما يطلعوا على نفس الفراش ورابطيه بنفس الشغله، ليش ما ربطوه على الريسبيريتر؟ يعني هاي هيك يتعاملوني واحد يعني افضل لاعب بالعصر الذهبي مال العراق، يعني يمكن تاريخ العراق افضلها، يعني هيك يتعاملون واحد ما دا افهم يعني العدل الانسان العادي شو يسوي له؟ فشي مؤلم. هذا الفيديو شايفه قبل كم يوم، فشي يعني تألمت وقتها اردت اعلق، قلت هاي شنو انت تقيس للاكسجين؟ يعني شنو تقيس؟ خلي له 10 مللتر اكسجين، خلي له 15 لتر اكسجين، شنو استفدت يعني؟ زين السي او 2 ايش قد بالدم؟ فمؤلم. بس انا قلت ساني ادخل نفسي بالنقاش بالفيسبوك ما ادري شنو، وجوزاني متشائم صاير. بس سبحان الله يعني احساسي شفت انه مخربطه مع الاسف. هذا العراق ابو الاطباء، بالنرويج يعني اطباء ايش قد اكو عراقيين، بانجلترا باوروبا كلها، وجايين دول بمستشفى النعمان يعني. فشي مؤلم.